لما تبطلي تخافي رح تتغير حياتي. لكن شو عم تعملي هون؟ حبيبتي هذا المكان لسباق المطارات، وإذا بتخافي روحي نامي. أنا ناقصني هالمجنونة؟ شو عم تقولي؟ كنت عم قول إني عم بستنى دوري. ما مصدقتك. كاتينا أعطيني الحزام. بابي شو رح تساوي؟ العمى قديش واطي. يا بنت اطلعي وراي. أكيد أنت ما رح تطلعي معه. خلصيني رح يبلش السباق. شو قررتي؟ تمسكي منيح. يلا انزلي تخبي بسرعة. ضلي هون أنا برجع باخذك بس يروحوا. يلا استعجلي. بابي بابي أنا هون. وينه؟ ليكني
شو عم تساوي عندك؟ طلع يلا. ماني طالعة، في كلب كتير كبير عندك. اطمني راح من هون. مع هيك ما فيني اطلع. ليش؟ لأني بخجل منك. طيب مثل ما بدك، أنا رايح. لا استنى استنى. شو بدك؟ وعدني إنك ما تضحك علي. خلص بوعدك. انت شو عامله بحالك؟ وقعتي بالطين يعني؟ لا هذا سماد. وقعتي بالسماد؟ مو معقول حظك شو حلو، بتعرفي كتير لابين على وشي. انا الحق علي اني وثقت فيك، بعرف انك ما رح توفي بوعدك. استني استني، وين طالعه على الموتور؟ بعدي لورا. بدي اطلع لحتى توصلني. وانت بهالوضع اكيد ما رح خليكي تطلعي على موتوري. عم تمزح معي ما؟ لا. شوفي لقلك، خدي هالجاكيت والبسي بعدين اطلعي، لانه اذا ما غيرتي ثيابك الوسخه مستحيل اخدك معي وخليكي تطلعي على الموتور. يلا. يا ويلي مو معقول، رح اختنق من الريحه. شكرا لأنك وصلتني. شو رأيك كمان نرجع نروح بكرة وتركبي معي؟ بالله مشان ترجع تلحقنا الشرطة وتحبسنا. ما بسمح له. كانت أحلى ليلة بعمري. لسا بتكرهيني؟ إيه. عن جد؟ إيه. متأكدة؟ طبعا. مو صح. بتقليلي حقير وغبي ومجنون، بس بالأخير بتخليني بوسك فورا. أنت بنت متناقضة كتير. وأنت واحد واطي. لا تكذبي، شفتك كيف كنتي مبسوطة، أنت بتحبيني مو هيك؟ أوه. يا ريت تشلحي جاكيتي وتعطيني إياه فورا. بويو يلا اعطيني اياها بسرعه. سته يسي. ايه اختي شاركت بالسباق وانقذت حياه بنت عملت حادث غريبه. ما طالعه شي؟ قلت لك مو طالعه. ايه يا الله يا كاتينا قديشك نقاقة. إذا سألوا أهلي عني قولي لهم راحت لعند كاتينا لتدرس. ماشي. طمني أنا ما رح طول. البطل صار سهري. إيش؟ معك قداحة؟ انت مزعوج؟
لا بس عم فكر بشغلي. فهمت عليك، الواضح انه هالبنت المغرورة ما رح تحصل عليها بسهولة مثلي. على فكرة انت ذكية. اعطيني شي على ذوقك. ماما انت ليش فايقة لهلا؟ فيني اعرف شو اللي عم بيصير معك لحتى صايرة عم بتكذبي؟ انا هيك ربيتك؟ تصبحي على خير. قربي لعندي. انت شربانة ما هيك؟ لا ماما ماني شربانة شي بنو. شو اللي عم يعلمك يا هذا الوسخ؟ اللي لي عم يجبرك تساوي شي؟ لا ماما ما عم يجبرني ولا تقولي عنه وسخ. شو عم يصير؟ ولا شي بابا، أنا فايت أنام. ليك رقم الشاب موجود هون، روح وحاكي. شو بدي أحكي معه رافائيلا؟ لقله دقل له وقل له إذا ما بيترك بنتي بحالة رح خليه يندم كتير. هاد انت هوجو؟ بدي شوفك. أنا معاقبة، أهلي شافوني لما رجعت. يعني هاي القصص حقيقية، الأهل بيعاقبوا بنتهم المنيحة اللي عم تراهق مو. شو بتحبي نساوي بكرة؟ أي شي بدك يا. رح استناك لوين ما بدك منروح. على فكرة
صار لي سنة ماني فايق بكير لهيك ممكن اني ضل نايم اوكي؟ واثقة انك رح تجي. تصبح على خير. وانتي بخير. All I seem to see must be something underneath.